السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسين رباعي. أهلا بكم في الدرس الأول في برمجة الويب في الكلاينت سايد باستخدام الـ HTML والـ JavaScript والـ CSS. إذا ما هي الـ HTML والـ JavaScript والـ CSS؟ الـ HTML هي صفحة الويب التي أنت تطلبها. على سبيل المثال أنا لو جيت هنا طلبت أبل، هذه هي الصفحة التي سوف تكون قادمة من أبل. هاي شكلها، هي عبارة عن HTML، لكن هناك شيء يتحكم في ظهور الصفحة، في التحريك، في هذه الأمور، هاي تسمى CSS. أما الفاكشناليتي التي تنفذ في الكلاينت سايد، مثلا أنا أردت أن أغير لون هذا أو شيء معين أو أي شيء، يعني في الكلاينت سايد سيكون عبارة عن جافا سكريبت. إذا لديك جافا سكريبت، CSS، HTML. إذا أنت عندما ضغط على هذا الرابط، إيش اللي حصل؟ اللي حصل أنه request منك ذهب إلى السيرفر باحثا عن صفحة باسم معين أنت كتبته، ثم يعود السيرفر لك الصفحة بشكل HTML. هذه الصفحة أصبحت لديك الآن، تستطيع أن تنفذ HTML JavaScript code. بس مثلا أنت تريد أن تغير لون البوتون أو تريد أن تعرض التاريخ الحالي، فليس له الداعي أن تعرض الوقت الحالي وتذهب إلى السيرفر لتقول له ما هو الوقت الحالي ليعيده لك. هذا يسمونه تكلفة للسيرفر أكثر من وقتها، يعني لا يجوز أن تخدم ASP أو PHP في هذه الحالة. أنت تريد أن تعرض الوقت الحالي، يعني لماذا تذهب إلى السيرفر؟ استخدم جافا سكريبت، هو يعرض لك الوقت الحالي لديك. إذن الجافا سكريبت فائدة أنه يتنفذ في الكلاينت سايد، وهو ما نركز عليه في هذه الدروس، أنه كيف تنفذ في الكلاينت سايد وليس في السيرفر سايد. إذا تنفذ أي شيء جافا سكريبت كلاينت سايد وتنتهي الأمر. الآن نبدأ بكتابة جافا سكريبت كود. طبعا جافا سكريبت ممكن كتابته باي محرر، انا استخدمت هنا سبلمولت او تستخدم نوت باد او اي شيء اخر. هنا اقول له نيو فايل، طبعا هو اصلا فتحت نيو فايل بتاعتي. اقول له سيف اس واسميه index.html، فيكون نهايه امتداد الصفحه HTML. احفظه في الدوكمنت واقول له سيف. الان حتى اكتب HTML كود فيجب ان اكتب دوكمنت تايب. ما هو نوع الدوكمنت؟ هو HTML. طبعا هذا الشرط في HTML. HTML يكون من جزئين، هذا ما نعرفه عنه، انه هيد وبودي. هذا الهيد، الهيدر الخاص بالصفحة، والبودي. طبعا ما هو الهيدر وما هو البودي؟ لو تجي هذه الصفحة، هذه فيها هيدر اللي هو مكتوب فيه ابل. الان تستطيع ان تكون انت في الصفحة تضع في الهيدر ابل، فتقول الهيدر التايتل عنوان الصفحة، اقول له ابل. والبودي هو محتوى الصفحة الذي يظهر، هذا تستطيع أن تكتب فيه أي شيء. طبعا هذا الله أعلم مش مكتوب فيه، لكن أنت تريد أن تعرض فد شيء معين، فد تاج اسمه P، وتقول له welcome my first HTML page. أوكي، لو ترى أنه الـ HTML يبدأ بتاج، ونفس التاج نفس الاسم يعيده عندما ينتهي منه ويضع أمامه هاي العلامة، نفس الحالة في التايتل عندما ينهي هذه العلامة. إذا الـ HTML كله عبارة عن تاج، نفس التاج يعاد وقبله هذه العلامة. الآن لو عمل السيف وأردت أن تعمل فيو للصفحة، لو ذهبنا هنا هذه هي صفحة HTML، ترى تنفتح في البراوزر، انظر اسمها أبو ومحتواها Welcome my first HTML page. الآن أريد أن أنفذ في الكلاينت سايد شيء معين، مثلا أعرض الوقت الحالي. كما قلنا أنا حتى أعرض الوقت الحالي ليس له الداعي أن أستخدم PHP أو ASP حتى أذهب إلى السيرفر لعرض الوقت الحالي، فأستخدم جافا سكريبت يعرض الوقت الحالي من الكمبيوتر الخاص بي. إذا أنا كيف أنفذ جافا سكريبت كود؟ طبعا جافا سكريبت كود يضع هنا، تكتب سكريبت في جافا سكريبت كود، هنا هذا جافا سكريبت. أنا أشي دفع عندما أضغط على بوتون يعرض لي جافا سكريبت، فقبل أن أكتب جافا سكريبت كود أو خل أكتب جافا سكريبت أضع أعمل فاكشن. هذه الفاكشن اسمها get date، تفتح قوس تستقبل اي بارامتر، فقط تعرض لك الوقت الحالي، نفتح القوس ونغلقه وننتهي. طبعا هذه شكلها الفاكشن. ايش اذا الفاكشن؟ عندما استدعيها تغير لي هذا المحتوى، تغير لي هذا المحتوى البي الى شيء جديد. لكن كيف اصل انا البي عن طريق الجافا سكريبت؟ هذا شيء منفصل عن هذا، لابد ان يكون شيء يعرفني على البي، فاعطي ID اسمي display. عندما أعطي ID أسميه display، الآن عندما أتي من الفاكشن من الجافا سكريبت وأبحث عن شيء اسمه display، أستطيع أن أجده.
يعني لو جيت قلت له بالآلان حتى أصل لهذه الديسبلاي، فإيش أقول له؟ أقول له document dot get element by id، ما هو الإليمنت؟ هو ديسبلاي inner text. إيش أضع في التكست الخاص بي؟ أضع في الوقت الحالي get، يعني أعرض أقول له ابحث لي في الدوكمنت في المستند الحالي، ابحث لي عن element الID الخاص به هو ديسبلاي، سوف يبحث يجد لك هذا. الآن قلنا له حط الانر تكست، يعني بدل لي بدال هذا بدل لي التاريخ الحالي. جيد، انتهينا من جافا سكريبت. كل جافا سكريبت السطر ينتهي بي على فارزة منقوطة. الآن كيف استدعي؟ يجب أن يوجد بوتن، يعني يعرض لي هذا الشيء، فأقول له بوتن. البوتن إيش أحط؟ أعرض فيها كنص، أعرض فيها get curate computer date. إذن هذا البوتن يكون التايب الخاص بها إيش هي؟ تايب النوع الخاص بها تكون بوتن. جيد، نوعها بوتن، لكن عندما تضغط عليها المفروض تستدعي لي تلك الدالة. فكيف نعمل هذا الشيء؟ بكل بساطة نقول له on click، عند الضغط استدعي دالة اسمها get date. إذن هاي البوتون عندما يضغط عليها يستدعي دالة اسمها get date. get date هي هذه الدالة اسمها get date، تضع لك في تبحث عن دوكمنت اسمه هذا supply وترى التيك الخاص به هذا الشيء. إذن نحفظه ونذهب إلى الصفحة الخاصة بنا اللي هي هذه، نعمل لها ريفرش. الآن أصبح لك هذه البوتون في داخلها get secured computer date، اضغط عليه جاب لك الوقت الحالي في الكمبيوتر. إذن الفائدة هنا صحيح أنها صفحة HTML، لكنه لم يذهب إلى السيرفر ليجلبك الوقت الحالي، جلب الوقت الحالي الخاص بالكمبيوتر. ولو ترى أنه انظر الوقت الحالي الخاص بالكمبيوتر في سبتمبر 4 نفس هنا الوقت 10:02. إذن هذه الميزة، أنه قد يكون السيرفر تايم أنا في العراق، وقد يكون السيرفر هو في اليو اس، التايم المختلف عن وقتي، لكن أنا أريد أن أعرض للمستخدم الوقت الحالي الخاص به كساعة، فأعرض له من الكمبيوتر الخاص بي ليس من كمبيوتري أنا، من السيرفر العفو. وهذا الفائدة كل فائدة الجافا سكريبت. إذن باختصار هذا الدرس تعلمنا كيف نكون صفحة HTML بسيطة، وكيف نكتب أول فاكشن لنا في الجافا سكريبت، وكيف نستدعي هذه الفاكشن، وكيف تعلمنا أنه لا نستطيع أن نجد أي إليمنت إلا أن يكون له ID خاص به. إذن وتعلمنا أن الجافا سكريبت تتنفذ في الكلاينت سايد وليس في السيرفر سايد. يجب أن تركز على هذا الأمر، لأن كل الدروس اللاحقة أو كل الجافا سكريبت، كل الدروس التي تكون على الجافا سكريبت هي في الكلاينت سايد وليس السيرفر سايد. شكرا لك.